بوتين بيحرض أبي أحمد للحرب مع مصر، ده مش عنوان للإثارة، ولكن ده اللي يتفهم من خبر انتشر على وقع تصريحات لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا الصادمة خلال مقابلته رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد. بيلاروسيا اللي بتعتبر ولاية روسية ورئيسها هو مجرد موظف في الكريملين وفي مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بيلاروسيا اللي سنة 2021 اتعرضت لمؤامرة زي الربيع العربي بالظبط، ولولا تدخل روسيا كان زمان بيلاروسيا دلوقتي زي سوريا والعراق. مش تهريج ولا تشبيه مبالغ فيه، دي حقيقة. 24 مايو 2020 كانت الثورة الخامسة في أقل من 30 سنة اللي الغرب بيدبرها ضد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ديناصور أوروبا كما بيطلق عليه الاتحاد الأوروبي. لما حضر قمة بريكس الأخيرة قال مجرد مسألة وقت قبل أن تحصل إثيوبيا على منفذ بحري، إما من خلال المفاوضات السلمية أو عن طريق الحرب. وانتقد الرئيس لوكاشينكو الدول المجاورة لإثيوبيا التي قد تعارض هذا الطموح واصفا إياها بالحمق. الكلام ده قاله ديناصور أوروبا أثناء لقائه مع الدكتاتور الحبشي أبي أحمد. هما لاقين على بعض الحقيقة، وكلاهما وجهان لعملة واحدة اسمها الخيانة والجمود. الغريب في التصريحات دي إنه ديناصور أوروبا هو مجرد موظف في الكريملين وفي مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحديدا من سنة 2020 لما بوتين بعث الجيش الروسي لبيلاروسيا علشان ينقذ البلد من اضطرابات كانت نسخة من الربيع العربي وما انتهتش إلا في 25 مارس 2021، يعني حوالي 10 شهور كانت هتضيع بيلاروسيا. من ساعتها وروسيا الحاكم الفعلي لبيلاروسيا، لدرجة إنه تم إرسال الجيش البيلاروسي لمواقع روسية في سوريا أول ما الجيش الروسي اتفرغ لأوكرانيا في فبراير 22. كمان بيلاروسيا هي نقطة انطلاق الجيش الروسي لوسط أوكرانيا وإقليم العاصمة كييف. واخيرا لما حصل تمرد فاجنر كانت بيلاروسيا هي منفع عدد كبير من عناصر فاجنر. ليه الراجل ده بيقول الكلام ده دلوقتي؟ ما هو معروف ان الدوله اللي بتتصدى لاثيوبيا في القرن الافريقي هي مصر، وبطلب من الصومال، واللي جيشها هيتولى مهمه تامين وحده الصومال من اول ديسمبر. والسؤال، هل بيقول الكلام ده من نفسه ولا بينطق بلسان حال بوتين؟ هل الكلام ده معناه ان روسيا بتحرض او هتدعم اثيوبيا في مواجهه عسكريه ضد مصر في الصومال؟ هل لروسيا مصلحة في وصول إثيوبيا للبحر الأحمر؟ الإجابة إن صيغة السؤال محتاجة تتعدل وتبقى ليه أصلاً روسيا مهتمة بمسألة وصول إثيوبيا للبحر الأحمر من عدمه؟ وهنا أقدر أجاوبك وأقولك إن روسيا بعد الحرب الأوكرانية بقت مصممة أكتر على إفساد أي مخطط أمريكي والاستيلاء عليه أو تقاسم أرباحه وإفساد الكعكة على الأمريكان، وإن روسيا تبقى مصدر الإزعاج رقم واحد لأمريكا. ده بيعتبر من كروت الضغط والتفاوض الروسية في ملف أوكرانيا، ودي مش أول مرة روسيا تقوم بتصرف قد يبدو معارض للمصالح المصرية. قبلها لما أعلنت تعاونها مع الحوثيين سواء بإعطائهم صواريخ أو معلومات عن السفن الأمريكية، صحيح كان المستهدف الرئيسي من كل ده أمريكا، لكن في نفس الوقت ده كان في تعارض مصالح مع مصر علشان قناة السويس. الكلام ده في ظاهره بيبان كده، ولكن في باطنه له تحليل تاني أظنه الأقرب للي متابع طريقة لعب بوتين. هنا ضروري نفهم حاجة مهمة قوي، روسيا شايفة أمريكا بتحرك محور أبي أحمد وأرض الصومال في اتجاه خليج عدن، وهو لو قرر يدعم مصر بشكل علني هتبقى حرب بالوكالة. إنما الإفساد والاختراق الحقيقي للمخطط الأمريكي هو اللي يخلي الهدف الأمريكي ده لصالح روسيا مش أمريكا. وبوتين بقى خبير في اللعبة دي في إفريقيا والشرق الأوسط على وجه التحديد، فقال لك اثيوبيا توصل البحر الاحمر وتبقى قناه وشريان تجاري جديد لروسيا لقلب افريقيا، تنقل بضايع وتنقل عناصر فاجنر او الفلق الافريقي الروسي لغرب ووسط افريقيا. وابي احمد راجل مرتزق وما عندوش مشاكل ولا مبدا انه يتعامل مع اي طرف في الدنيا طالما هيقبض، امريكان ولا روس ولا الصين، ادفع وعد. هو اساسا الشغل اللي عمله ده علشان عايز مصر تدفع ثمن حصتها من المية، ولما تجاهلنا الهبد ده بقالنا 14 سنة بيحاولوا يمنعوا المية أو يعملوا نمرة إعلامية بالسد علشان نرضخ ونقبل وندفع. بس احنا أقمارنا الصناعية كشفة الجيم كله وعارفين بيانات عن السد ما يعرفهاش اللي بنى ومول السد نفسه، وبالتالي روسيا لا تدعم أي مخطط أمريكا، ولكن بتوصل دايما رسائل لأمريكا والغرب إنه اللي بتعملوه ده قادرين نخليه لصالح روسيا، قادرين نصادر المحاور الأمريكية وتبقى روسية، قادرين نتغلغل في مشاريعكم وتبقى مشاريع لصالح روسيا. فالمستهدف ليس مصر، ولكن في واقع الأمر هو إفساد المخطط الأمريكي، أو خلاص بقى لو بقى أمر واقع إحنا أولى بالاستفادة منه. خد بالك ده حصل فعلا في سوريا مثلا اللي الحرب الأهلية فيها كانت صناعة أمريكية، بس أدت في النهاية إن روسيا تنزل عسكريا وتستحوذ على غرب سوريا ويبقى ليها 20 قاعدة عسكرية في سوريا منهم واحدة في شرق حلب. روسيا تواصلت في الأسابيع الأخيرة مع الحوثيين في اليمن وحرضتهم ضد الأمريكان وقلبت اللعبة وسلمت الحوثيين بيانات بالأقمار الصناعية لسفن أمريكية ما كانتش أمريكا تتصور إن الحوثيين هيقدروا يشوفوها، فما بالك باستهدافها. فبوتين له أسلوب في السياسة، بس إحنا متعودين على مدارس الغرب
خاصة المدرسة الأمريكية. فأنا بنقلك في رحلة إلى داخل مكتب الكريملين وعقل بوتين. الرئيس الروسي حاليا بيحرض إيران إنها ترد على الضربة الإسرائيلية، وإنه الضربة تبقى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ب 24 ساعة بس. دي مش هتبقى ضربة لإسرائيل، ولكن هتبقى ضربة للحملة الانتخابية لكاميلا هاريس والشبكات المصالح الغربية اللي بتدير العولمة الرأسمالية، وهتبقى ضربة قاضية ليهم. كتير بوتين بيقول عكس ما يريد لأهداف تخص تحقيق ما يريد. خد مثال، بوتين خدع الغرب لما قال إنه عايز هاريس هي اللي تفوز، ولكن مصلحة بوتين طبعا مع دونالد ترامب. وفي ولاية ترامب تم الاتفاق بين الاثنين على انهاء الحرب السورية بشروط موسكو، وفرمل ترامب مؤامرة الغرب ضد روسيا في اوكرانيا، ورفض اشعال الحرب الاوكرانية باستفزاز موسكو، ولم تشتعل الا برحيله من البيت الابيض. ادارة المرحوم جو بايدن فهمت الملعوب، وفي الساعات الأخيرة واشنطن بعتت وفود لمصر وبيروت وتل أبيب، الغرض منها هو هدنة فورية في لبنان في المقام الأول، ولا مشكلة أمريكية في قطاع غزة، والغرض هو تهدئة الشرق الأوسط في أسبوع الانتخابات الأمريكية. مش بس أسبوع، ده لو ينفع شهر كامل، لأنه انتخابات أمريكا ما عادتش زي زمان بتاخد يوم ولا اتنين وخلاص، ولكن بقى فيه كم أسبوع مشاحنات قانونية وانتخابية، وأمريكا مش عايزة أي لعبة روسية باستخدام إيران أو حماس أو حزب الله أو الحوثيين في إحراج معسكر هاريس قدام معسكر ترامب. دونالد ترامب بقى شغال تسخين في نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، كل اتصالات ورسائل ترامب هي كمل يا نتنياهو وإوعى توقف الحرب، وأي وقف لإطلاق النار هيبقى لصالح كاميلا هاريس اللي عايزة تزعلك وتزعل بلدك، إنما أنا دونالد ترامب مخلص ووفي لأرض الميعاد، وهجيب لك حقك من الناس الوحشة دي. يعني اللعبة دلوقتي بقت الانتخابات الأمريكية هي اللي بتسيطر على حرب طوفان الأقصى. معسكر الحكومة الأمريكية عايز دلوقتي يهدي ويعمل هدنة علشان يعرف يفوز على ترامب، ومعسكر روسيا والمعارضة الأمريكية بقيادة ترامب عايزاها تولع علشان شلة أوباما وكلينتون وبايدن وهاريس تخسر الانتخابات، ويجي ترامب يرجع الهدوء مع بوتين مرة تانية. فأنت قدام احتمالين، ممكن خلال الساعات القادمة تلاقي هدنة في لبنان، ومش بعيد كمان في غزة، أو تلاقي ضربة إيرانية مفاجأة على رأس تل أبيب. كل الاحتمالات مطروحة لحد فجر الثلاث 5 نوفمبر 2024 لما يتوجه الأمريكان لصناديق الانتخابات. خلاص الانتخابات الرئاسية الأمريكية فاضل لها أيام، لازم تبقى في الصورة وتعرف كل التفاصيل اللي شغالة علشان ما تتفاجئش باللي هيحصل يوم الثلاث اللي جاي. بيل جيتس امبراطور بيزنس اللقاحات اتبرع ب 50 مليون دولار لحملة هاريس. امبراطور مايكروسوفت اول مره يتكلم في الانتخابات وقال ان الانتخابات دي مختلفه عن اي مره، وللمره الاولى بيل جيتس اللي ارتبط اسمه بالجوائح وفاتح مزرعه سريه في اثيوبيا محتاجه حلقه لوحدها، بيعلن انه هينتخب اسم بعينه في الانتخابات، وطبعا كان يقصد كاميلا هاريس. بيل جيتس من سنه 2012 بيعتبر بينفذ توصيات باحث اقتصادي اسمه ديفيد مايكل روتشيلد، ايوه من عائلة روتشيلد. من سنة 2012 بقى كبير الباحثين الاقتصاديين في مجموعة مايكروسوفت، ومن ساعتها أصبح عضو عائلة روتشيلد هو الرئيس الحقيقي لمايكروسوفت والبيل جيتس. محدش يعرف إزاي عائلة روتشيلد بقى ليها فرع أمريكي في نيويورك. فجأة ظهر في شركة ياهو سنة 2011 ومنها المايكروسوفت سنة 2012 لحد النهاردة، وملوش غير صورة واحدة هي سواء على الاكونت بتاعه على تويتر او لينكد ان. اسس وحده التنبؤ في مايكروسوفت بحسب الصفحه الرسميه ليه على المؤسسه. دور وحده التنبؤ انها بتتنبأ باللي بيحصل في اسواق الاقتصاد وتحليل البيانات وتحليل بيانات الشعوب عبر السوشيال ميديا، حاجه كده قريبه من اللي كنا عارفينه عن عائله روتشيلد. البروفيسور ديفيد مايكل روتشيلد مش المدير الفعلي لمايكروسوفت وبيل جيتس ومؤسسه وحده التنبؤ وبس، ولكنه ضابط الاتصال بين امبراطوريه روتشيلد ومؤسسات مايكروسوفت وبيل جيتس. بيل جيتس ما تبرعش بالفلوس دي لأي حد في حملة هاريس، ولكن تحديدا عبر مؤسسة بيل جيتس الخيرية المشبوهة اتبرعت لمؤسسة بتقوم بجمع تبرعات لهاريس بيقودها مايكل بلومبرج. احفظ الاسم ده كويس، ده بقى واحد من أهم رجالات الدجال خلف الستار، بيرأس مجلس الابتكار العسكري في وزارة الدفاع الأمريكية من سنة 2022، وكان عمدة نيويورك من 2002 ل 2013، رغم إنه حاليا في الحزب الديمقراطي، بس سبق وانتسب للحزب الجمهوري، وهو من الشخصيات اللي ملهاش انتماء حزب ولكن انتمائه لدوائر المؤامرة. الجد يهودي من بولندا، متخصص في بيزنس البنوك والبورصة والأسهم والسندات، وبقى واحد من عمالقة عالم وول ستريت، ومؤسس منصات امبراطورية بلومبرج الإعلامية، سواء المنصة الإخبارية أو الاقتصادية أو راديو بلومبرج وشبكة قنوات تلفزيونية. انتخب عمدة لنيويورك ثلاث دورات متتالية أعوام 2002 و2005 و2009. المفاجئ انه في ال 12 سنه اللي كان فيهم عمده لنيويورك كان ناجح جدا في سياسات غير مرضي عنها. اتحولت نيويورك من مديونه ب 6 مليار عجز في الموازنه لفائض 3 مليار، واطلق يد الشرطه في التفتيش والاعتقالات، حظر التدخين في الاماكن العامه،
وألزم المطاعم بكتابة عدد السعرات الحرارية في كل وجبة. في يناير 2016 بلومبرج قال إنه لو الشيوعي بيرني ساندرز بقى مرشح الحزب الديمقراطي قدام ترامب فهو حيرشح نفسه، لأنه لا قوميين ولا شيوعيين، ولكن الصوت راح لهيلاري كلينتون ودعمها وسقطت. ومن بعد فوز ترامب بلومبرج اتجنن، دفع 100 مليون دولار في عملية استعادة الديمقراط للأغلبية في مجلس النواب في انتخابات 2018، وأعلن أنه هيترشح للرئاسة في 2020، ولكنه خسر قدام جو بايدن بعد ما صرف حوالي 700 مليون دولار في حملته، وكانت أكبر حملة ومن ماله الشخص، ورفض التبرعات وكمل تبرع لحملة جو بايدن وهو عمدة نيويورك، وكان جمهوري قريب من آل بوش وآل تشين. مؤسسة بلومبرج الخيرية ارتبط اسمها بمؤسسات مشبوهة زي منظمة الصحة العالمية ومؤسسة كارنيجي، وحاليا بيدعم بلومبرج هاريس. اللي بيتكلم عن المرأة كلينتون وهاريس عنده تاريخ طويل من الاعتداءات والتطاول على المرأة، وتعتبر مؤسسته في السبعينيات بمثابة مخور وأسوأ بيئة عمل للنساء واتهامات بالاعتداءات على سيدات وقضايا ومحاكم. في أمريكا اللي بيقولولك عليها بلد العدل ومفيش كوسة ووسائط، مايكل بلومبرج المتبرع الأكبر لبايدن سنة 2024 حصل من بايدن على وسام الحرية الرئاسي، أعلى وسام مدني في أمريكا، وحاليا بيرأس لجنة تبع وزارة الدفاع الأمريكي أعضائها من كبار خبراء التكنولوجيا الرقمية في وادي سيليكون، وده تجمع اتكلمنا عنه قبل كده في أكتر من حلقة، بيقع في شمال كاليفورنيا وبيطل على خليج سان فرانسيسكو، وبيضم الشركات العظمى في العالم الرقمي زي مايكروسوفت وأبل وفيسبوك وتويتر وغيره. ده جانب بسيط من عالم أهل النفوذ السري اللي بيحكموا أمريكا من خلف الستار، والسياسيين مجرد موظفين عندهم لخدمة أجندتهم الاقتصادية. وقبل كل ده عائلة روتشيلد اللي كنا عملنا عنها حلقة قبل كده في برنامج خفايا، هسيبه لحضراتكم للي ما تفرجش عليها علشان تعرف أخطر الأسرار عن أمريكا ومجتمع النخب السرية في العالم، وهتفتح لك الستارة عن عالم أغرب من الخيال. انتبه وتمالك أعصابك وارفع درجة تركيزك للدرجة القصوى. فالقادم من كلام عن عائلة روتشيلد، مجرد بس ذكر اسم روتشيلد معناه انك دخلت المنطقة المحظورة، نصف خزائن الارض تحت سطوتهم، واغلبهم بمواقع حساسة وضخمة بالعالم. هم القادة الفعليون لمعظم دول اوروبا، العيلة اللي بتعتبر رئيس مجلس ادارة العالم، مؤسسين الماسون واسياد محافل الماسونية، الرئيس الحقيقي لامريكا واسرائيل، لدرجة ان البعض وصفهم انهم مش بشر ولكن قبيلة من الجان بين البشر. كل ده كلام عن عائلة روتشيلد اليهودية الاكثر غموضا والاشهر في نفس الوقت في التاريخ الحديث، ولكن ما بين الحقيقة والخيال خط رفيع. النهاردة كلامنا كله خطير وهتسمعه لاول مرة بالمعنى الحرفي للكلمة. احنا هنجيب اصول العيلة دي في رحلة عمرك ما سمعتها قبل كده، ودورهم في الاحداث السياسية والتاريخية اللي كان عمرك ما تتصور انهم وراها، ودورهم ايه النهاردة في ادارة العالم بالظبط، وكله بالوثائق والمصادر والمراجع بدون تهويل او تهوين. خفايا عائلة الدرع الاحمر الالمانية، القصة التي لم تروى. في كتاب سلالة روتشيلد للمؤرخ فريدريك مورتن بنروح لجذور العيلة دي واللي انتسبت لألمانيا، بس الاصل ما كانش الماني. البداية من إمبراطورية الخزر، ودي دولة قديمة على أجزاء من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان النهاردة. حاكم إمبراطورية الخزر دخل الدين اليهودي سنة 740 ميلادية، وشعب الخزر اتحول لليهودية بالكامل معاه، ومرت سنين قبل ما الإسلام يدخل الخزر، وبعد كده روسيا تحتلها وتختفي دولة الخزر من الوجود وتتقسم ما بين روسيا وأوكرانيا وكازاخستان. عيلة روتشيلد بقى كانوا من يهود الخزر دول، اللي بينتسب ليهم النهاردة 99% من يهود العالم والكيان، زي ما قال الكاتب الكبير جمال حمدان في كتابه اليهود. وإن يهود الكيان ليسوا بني إسرائيل اللي انقرضوا وانتهوا، ولكنهم من يهود الخزر المتحولين لليهودية، ومنهم خرج كل يهود أوروبا زي ما حصل مع عائلة روتشيلد. بعد سلسلة من الحروب اللي ضربت إمبراطورية الخزر، هجرت عائلة روتشيلد زي عائلات تانية من يهود الخزر لمدينة فرانكفورت الألمانية اللي كانت وقتها تبع الإمبراطورية الرومانية. إسحاق إلشنان بشراش ده أول اسم مشهور من العيلة دي في القرن الستاشر. وقتها ما كانش فيه أرقام للبيوت في حارة اليهود في فرانكفورت، وعلشان يميز بيته اللي بناه سنة 1567 رسم درع أحمر على شكل سداسي، اسم الدرع باللغة الألمانية روتشيلد، ومن هنا جيرانه أطلقوا على البيت بيت روتشيلد، وبعد كام سنة بقى اسم العيلة. وكان إسحاق هو أول واحد في العيلة دي يحمل لقب روتشيلد، ولحد النهاردة الرسمة دي هي رمز العيلة. إسحاق إلشنان كان راجل مرابي، شغلته إنه بيسلف بالفايدة، واللي عاوز يشغل فلوسه بيدخل معاه في الشغل وياخد نسبة،
وفضلت الشغلانة دي شغلانة العيلة الرئيسية لغاية سنة 1744 لما جه الراجل اللي حيغير مسار العيلة والأرض كلها للأبد. في كتاب المؤسس روتشيلد الأول وعصره للكاتب أموس ألين، من نسله إسحاق اتولد الراجل اللي أسس مجد العيلة في القرن الـ18، مائير أو بالألماني ماير، ماير أمشيل روتشيلد. العيلة مع مرور الوقت بقى عندها إمبراطورية فلوس، وبدأ ماير يفكر في مستقبل العيلة والطمع المحتمل في فلوسهم. هم أغنية صحيح، بس لوحدهم ممكن الدنيا تقلب عليهم في أي وقت، زي ما أوروبا قلبت على فرسان الهيكل وأنهت حياتهم في يوم وليلة وسلبوهم كل فلوسهم. وبالتالي بيزنس الصيارفة اليهود محتاج عزوة، محتاج شعب، محتاج مصالح، ومحتاج قضية. بدأ يسخن ويسخن اليهود الأغنية زمايله، وبقى الكلام على إنه يعني بكل الفلوس اللي معانا دي ومسلفين نص أوروبا، ومع كده اليهودي الفقير ملوش تمن. لغاية سنة 1773 في السنة دي ماير عقد اجتماع مع الأكابر اليهود الألمان ورسموا خطة، لازم اليهود ياخدوا حقوقهم في العالم، وقتها هيبقوا أفضل حائط صد ودفاع عن مصالح أكابر اليهود. وتم تشخيص المشكلة، الكنيسة. كنيسة روما هي منبع الاضطهاد من وجهة نظره، الأوروبي المتدين هو اللي عدو لليهود، وفي الزمن ده كانت كافة عروش وحكام أوروبا بيحكموا حكم دين، يعني يا إما تابع رسمي للكنيسة أو هو نفسه على رأس الكنيسة. وبالتالي علشان تضرب الحكام دول لازم تسقط سطوة وهيمنة الكنيسة. والآن نحن على موعد مع السر الرهيب، السر اللي قاله نيل فيرجسون في أهم كتاب بتطردوا عائلة روتشيلد وبتحرق نسخه في كل مكان، كتاب أنبياء المال قصة عائلة روتشيلد. البند الأول في الخطة دي كان نشر الإلحاد، هدم الأديان من الداخل. هم كده كده مش عايزين حد يدخل دينهم علشان أسطورة شعب الله المختار، وعلشان وهم انهم عرق واحد وباقي الاعراق غير جديرة بالانتساب اليه. بس لما الحكم الديني يسقط والوصايا الدينية تسقط، تبقى السياسة والحكم خاضع للمصالح، يعني الفلوس وبس مش الدين. وقتها يقدر اليهود يشموا نفسهم في اوروبا ويندمجوا في المجتمعات دي، وكمان ممكن يصعدوا سياسيا. بدل ما هم بكل فلوس روتشيلد دي وقتها ومعاهم كام عيلة كمان بس اقل منهم، ليهم سقف وهيعيشوا ويموتوا في حارة اليهود. هدم الكنيسة مش هيجي على ايد ناس متدينة، وبالتالي لازم يتم تشجيع كل الافكار اللي بتبعد الانسان عن الكنيسة، نسوية وريمبو وترانسات، بيزنس الخمور وبيوت العلاقات الحرام، نشر كل انماط العلاقات اللي برا اطار الجواز والعلاقات غير السوية، وده من خلال حاجات كتيرة جدا، من اول شراء المفكرين والنخبة وتلميعهم وطباعة كتبهم اللي بتروج للاجندة دي، توظيف آلتهم الإعلامية والدعائية لتشويه رجال الدين والمتدينين، شراء وتأسيس صحف ودور نشر وجمعيات وجعلها تخدم على أجندتهم، توظيف جزء من أموالهم في بيزنس المبيقات بكل أنواعها، من أول المتعة الحرام للخمور للملاهي الليلية. أي فكر خارج عن الفطرة السوية لازم يتم دعمه، لأنه طبيعي بيخدم توجه الخروج عن الدين والكنيسة والمعبد والجامع، حتى لو وصل الأمر للترويج إلى عبادة الشيطان والطقوس غير السوية في أديان شيطانية، بس هي أي حاجة بتبعد الإنسان عن الكنيسة. كده يبقى دور الكنيسة انتهى، وبالتالي يفقد حكام أوروبا مصدر قوتهم الأول، وبعد كده نشوف إزاي نصعد وكلاء لينا للعروش دي، وده اللي هنعرفه بالتفصيل كمان شوية. المهم هنا نفهم الغرض الحقيقي من دعم عيلة روتشيلد وشبكات اليهود الاقتصادية للأفكار دي تحت غطاء العلمانية والتنوير والليبرالية وحتى الشيوعية في بعض الأحيان، رغم إنهم رجال أعمال. لازم يتم دعم الأفكار اللي ضد المصلحة العامة والترويج للفردانية والنفعية والأنانية، وأنا ومن بعد الطوفان وبتتعاش مرة واحدة وبس، إنما نشر أفكار زي النضال والنبل والفروسية والتضحية عمرها ما هتجيب فلوس لا لليهود ولا لغير اليهود. عشان كده نقدر نقول إنهم كانوا الدينامو اللي مول ودفع عصر الإصلاح والنهضة والتنوير في أوروبا للتخلص من حكم الكنيسة ومعاه كل القيم الاجتماعية والدينية. البند الثاني في الخطة دي اللي تم الاتفاق عليها في اجتماع فرانكفورت عام 1773 إنه لازم أكابر اليهود يخترقوا كل جمعيات النخب السرية وقتها، وعلى رأسها طبعا الماسونية، ويوظفوها لصالح مصالحهم الاقتصادية. خد بالك الماسونية في مبادئها إنها ضد اليهود، وبالتالي فكرة إن اليهود ساهموا في تأسيسها هي مقولة بعيدة عن حقائق التاريخ، ولكن اللي حصل إنهم لما اخترقوها اندمجت أجندتهم مع بعض والمصالح تلاقت. أما البند الثالث فلازم أكابر اليهود يندمجوا ويشاركوا أكابر التجارة الدولية واللي بنعرفهم النهاردة بشبكات المصالح الخاصة بتجارة السلاح والمواد المحظورة
والفحم والمتعة الحرام والحروب ورأسمالية الكوارث وكل مبيقات أجندات الغرب اللي بقى اسمها دلوقتي أجندة العولمة النيوليبرالية. أما البند الرابع فهو وضع قواعد حاكمة للنظام المالي العالمي وأنظمة عمل البنوك العابرة للقارات وفرضها على كل الدول بحيث محدش يقدر يغيرها، وفرضها من خلال بنوكهم تكون معتمدة على مبدأ الفايدة الربوية بحيث تضمن طول الوقت إنه الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر. إحنا لسه بننقل لحضراتكم الحقيقة دي من كتاب أنبياء المال، الكتاب اللي عرف يخترق مكتبة العيلة دي ويجيب الحقائق دي بالوثائق. اجتماع فرانكفورت سنة 1773 رغم إنه يبان ديني ولكن هو في واقع الأمر اجتماع اقتصادي بحت، عايزين يزودوا فلوسهم ويحموا مصالحهم ويأمنوها ويحافظوا على إمبراطوريتهم الاقتصادية من أي قوة على الأرض بما فيها عروش أوروبا نفسها. وخد بالك هنا من تفصيلة مهمة قوي، إنه إطلاق العنان للشهوات الحسية والرغبات المادية والجسدية والجنسية هدف رئيسي لكل تجارة العالم، علشان مبدأ مهم قوي إن كل ما الشخص بتسيطر عليه شهواته الحسية بتسيطر عليه معاها شهواته الاستهلاكية، ومش بيكون مقيد بقيم اجتماعية أو دينية تحجم استهلاكه لمنتجاتهم سواء المشروع أو غير المشروع، لأنه إطلاق العنان للاحتياجات الجنسية بيقابله إطلاق العنان للشهوات التسويقية، يعني شراء وصرف أكتر. عشان كده لو تلاحظوا إن أغلب المحتوى الإعلاني النهاردة لازم يبقى فيه إيحاءات جنسية أو موديل كشف نص جسمها على الأقل، حتى لو كان الإعلان لمعجون سنان أو مزيل عرق أو حتى كوتش. تمرير أي سلعة سهل جدا لما بيرتبط بالغريزة أو تشجيع الغريزة، حتى لو كانت السلعة نفسها ملهاش علاقة بالغريزة الأساسية إياها. المهم في اجتماع فرانكفورت ما جابوش سيرة دولة قومية لليهود أو اللي نعرفه دلوقتي باسم إسرائيل، أو تأسيس تنظيم سياسي يهودي سواء دولي زي الصهيونية أو حتى محلي في فرانكفورت. العنوان الرئيسي كان تمكين اليهود اقتصاديا وسياسيا لأهداف مالية بحت. وفقا لكتاب أنبياء المال، ماير قال في الاجتماع ده إنه مستحيل يتم تجنيد حاكم أو كنيسة بالمال مهما سلفوه، ولكن لما يكون مفيش سلالة ملكية ومفيش كنيسة ويبقى الحاكم مجرد موظف منتخب ديمقراطيا، يبقى سهل جدا بالديون وتوظيف المال السياسي يتم السيطرة عليه وعلى بلده، وإنه لازم يتم القضاء على أرستقراطية النسب وتبقى أرستقراطية المال هي الأساس. وده اللي حصل دلوقتي في العالم كله، ما عادش حد بيبصلك أنت ابن مين ولا من عيلة مين وأخلاقك إيه وأفكارك إيه وأي صفة حميدة فيك أو إيجابية، إنما معاك كام وإمكانياتك المادية إيه وبس، ساكن فين وعربيتك نوعها إيه وبتلبس براندات إيه. الطبقة الاجتماعية اللي أنت فيها دلوقتي بتتحدد بالفلوس وبس، مش أي حاجة تانية، والعالم كله بقى كده مش أنت لوحدك. الفلوس الميزة الوحيدة اللي كانت في إيد اليهود بقت النهاردة هي معيار تقييم كل شيء. الإنسان والبشر والحجر والدول صنعوا عالم القيمة الوحيدة فيه هي الحاجة الوحيدة اللي في إيديهم، المال. المال الوفير مع عائلة روتشيلد خصوصا في مجال الصرافة والبنوك بقى أكبر من فرانكفورت. قرر ماير يوسع تجارته عالميا، ابنه ميشيل هيمسك التجارة في ألمانيا وهيبعت ابنه سالمون للنمسا وجيمس لفرنسا وكارل نابولي عاصمة صقلية في زمن كانت إيطاليا متقسمة لأكثر من مملكة ونثان لإنجلترا. النمط ده بقى نمط رأسمالي دلوقتي، إنه الكبير يوزع ثروته على عياله ويكبرهم في حياته. ماير الماكر صنع أول عيلة اقتصادية متعددة الجنسيات في التاريخ، وبقت عاملة كده زي الأسرة الملكية، كل فرع له رئيس وولي عهد هو ابنه الأكبر اللي بيمسك إدارة الفرع ده لما أبوه يموت. ومش معنى إن الابن الكبير يبقى رئيس فرع إنه باقي العيلة برا اللعبة، كل فرد في العيلة بيتولد وله وظيفته في إمبراطورية روتشيلد الاقتصادية لحد النهاردة. أسس كل واحد منهم مؤسسة مالية مع ربط الفروع الخمسة ببعضها، كأنك قدام أول نموذج للحكومة العالمية أو مجلس إدارة العالم، وأطلق عليهم وقتها الحكومة العالمية اليهودية. الموضوع فضل مستمر وهم عمالين يتضخموا وماشيين في مخططاتهم المالية وجانبها الاجتماعي الشيطاني لغاية القرن التسعتاشر، ونجحت العيلة في إنها تسيطر على الاقتصاد الأوروبي كله. إزاي ده حصل؟ لما قامت الحرب في أوروبا بسبب الثورة الفرنسية وطموحات الإمبراطور نابليون بونابرت في غزو أوروبا، الفرع الفرنسي من العيلة دعم نابليون ضد النمسا وإنجلترا، في الوقت اللي الفرع الإنجليزي والنمساوي للعيلة دعم الحرب ضد نابليون. أوبا، إيه اللخبطة دي بقى؟ وليه كل ده؟ التوصية كانت ادعم الطرفين ضد بعض، قروض على الحروب وقروض تانية على عقود الإعمار،
انت كسبان في الحالتين، وده بقى نمط روتشيلد وشبكات المصالح الغربية بعد كده لغاية النهاردة، فرق تسد وتكسب اكتر. لدرجة ان في بعض الكتاب قالوا انه اثناء الحرب دي رئيس الفرع الانجليزي ناثان روتشيلد عرف من الفرع الفرنسي انه بريطانيا انتصرت ضد نابليون قبل ما الاخبار توصل لانجلترا ب 24 ساعة، واستغل جهل الناس وروج بينهم انه بريطانيا خسرت واشترى الاسهم باسعار منخفضة جدا. ولما الاخبار جت ان انجلترا انتصرت، الاسهم عليت وبقت في السماء، وكونوا ثروات طائلة من لعبة الحروب بكل الطرق، وبدأ مخطط التمكين يبقى حقيقة وواقع مع سقوط الامبراطوريات القديمة ومعاه سطوة وهيمنة الكنيسة. البداية كانت سنة 1811 لما سقطت الامبراطورية الرومانية وانفصلت فرانكفورت وبقت إمارة لوحدها بدعم من العيلة. دوق فرانكفورت الجديد اللي كان على علاقة جيدة بالعيلة ودعموه للوصول للمنصب أصدر قرار إن كل اليهود اللي عايشين في فرانكفورت ومع ذريتهم يجب أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والامتيازات على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين. بس كان كل يهودي مطلوب منه يدفع مبلغ باعتباره ضرائب، وهنا ماير سلف كل يهود فرانكفورت وألمانيا، فبقى بطل اليهود الأول واستفاد من اليهود. الكاتب الأمريكي هيربرت لوتمان في كتابه المهم روتشيلد الفرنسيين قال إن الأب المؤسس ماير روتشيلد كان حاضر في الحرب ضد نابليون بس بشكل مختلف ومرتين. المرة الأولى بريطانيا أثناء الحرب مع فرنسا كانت عايزة تتعاقد مع مرتزقة أسبان، ماير سلفهم رواتب المرتزقة دول. والمرة الثانية وهي الأخطر، ماير روتشيلد كان الممول الحقيقي والحصري لجمعية النور البافاري أو جمعية المتنورين الإيلوميناتوس اللي اتأسست في مملكة بافاريا الألمانية على إيد آدم وايز هاوبت. الجمعية دي محتاجة حلقة لوحدها. دي جمعية كان ليها تأثير قوي جدا في أوروبا، واتبنت كل الأفكار اللي اتقالت في مؤتمر فرانكفورت، وأهمها إسقاط هيبة الكنيسة وإنه العلم أحق بالاحترام بدلا من الدين، وحرية العلاقات الحرام وحرية المواد المحظورة والخمور وأي حاجة تضرب العقل وتضرب الإنسان السوي. الجمعية اتأسست في مايو 1776 يعني بعد مؤتمر فرانكفورت بثلاث سنين بس، وتم تسويقها باعتبارها جزء من عصر التنوير الألماني. ورغم أنه تم حل الجمعية بقرار من حاكم بافاريا سنة 1784 ولكنها انتقلت إلى فرنسا وكانت من ضمن الجمعيات السرية اللي فجرت الثورة الفرنسية. والحقيقة اللي بيخفيها كل العملاء والثوار اللي بيعتبروا الثورة الفرنسية أهم حدث تنويري في التاريخ ومرجعية ليهم، إنه الثورة الفرنسية كانت كوكتيل منظمات سرية آخر اللي اتحرك فيها هم الثوار، جمعيات الماسونية والمتنورين وفلول فرسان الهيكل، وشكوك تاريخية إن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت ثوار فرنسا سرا. روتشيلد وشلة الصيارفة كانوا حاضرين، لأنه سقوط الملكية الفرنسية كان يعني سقوط الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية العريقة، وده اللي حصل فعلا. فرانسوا دومونيك في كتابه الثورة الفرنسية وتحرير اليهود قال بالنص يهود فرنسا حصلوا على حريتهم والتمكين بالثورة الفرنسية. خد بالك، يهود ألمانيا كمان حصلوا على التمكين بالثورة الألمانية، يهود روسيا بالثورة البلشفية. دايما كانت الثورة مفيدة للأقليات اليهودية. صدفة غريبة جدا. ومع كده مهم نفهم ان الموضوع مش عقائدي بقدر ما هو اقتصادي. يعني الوحيد اللي رفض دخول استثمارات عائلة روتشيلد بلاده كان الإسكندر الأول إمبراطور روسيا، عشان كده روسيا بقت عدو في نظر روتشيلد لغاية النهاردة. ولو كانت روسيا قبلت كان ممكن يتم تجاهل كل مشاكل اليهود في روسيا، لأن تمكين اليهود وسيلة وليست غاية. تمكين اليهود في واقع الأمر كان بالنسبة ليهم تمكين بيزنس أكابر اليهود، ما فكروش فيهم إلا بالشكل ده وبس، وسيلة لأكابر اليهود لزيادة الاستثمارات وحمايتها وتأمينها بحيث تصبح غير قابلة للانهيار أو الاستيلاء عليها. وهنا بقى نيجي للجزء الأخطر في تمكين عيلة روتشيلد. في بداية القرن التسعتاشر فهمت العيلة إن المرحلة اللي جاية هي مرحلة الصناعة، وبزنس البنوك لوحده مش هيبقى كفاية ولازم يشاركوا في الثورة الصناعية. الثورة الصناعية محتاجة خطوط سكك حديدية، فكانوا أباطرة بناء السكك الحديدية، وأي حكومة عايزة قروض ومنح للطرق يدفعوا، وبقوا أكبر ملاك لمصانع صناعة السفن والسكك الحديدية والأدوية بخلاف توسع سلسلة بنوكهم في العالم كله في الشرق والغرب. البارون ناثان روتشيلد مؤسس الفرع الإنجليزي للعيلة اتوفى سنة 1836، وابنه البارون ليونيل بقى قائد الجناح الإنجليزي، هو اللي صنع دور العيلة في حفر قناة السويس المصرية وغرق الخديوي إسماعيل بالقروض، وبعد كده وفر تمويل لبريطانيا سنة 1875
علشان تشتري حصة مصر من شركة قناة السويس. البارون ناثان روتشيلد هو أول يهودي يبقى عضو في مجلس العموم البريطاني، وهو اللي مول حملات بريطانيا في حرب القرم ضد روسيا وانتفاضة بولندا ضد روسيا. وابنه اللورد ناثان روتشيلد أول يهودي بيحصل على لقب لورد، وأول يهودي يبقى عضو مجلس اللوردات، وهو اللي مول الاحتلال البريطاني لمصر، ومول هزيمة عرابي، ومول مؤامرة نقله للمنف. وهنا نوصل للمرحلة الأخطر على الإطلاق، دور العيلة في تأسيس الكيان. طالما وصلنا للمرحلة دي يبقى نسأل موقف عيلة روتشيلد إيه من تأسيس دولة لليهود في الشرق الأوسط المعروفة بإسرائيل. اللي ممكن يفاجئك إن المراجع التاريخية بتقول إنه في البداية بعد دعوة ديودور هيرتزل بدولة لليهود في فلسطين عام 1892 ما كانش فيه إجماع من عيلة روتشيلد على الفكرة في الأول. اللورد ناثان روتشيلد عضو مجلس اللوردات البريطاني وكبير العيلة في بريطانيا ما كانش متحمس للفكرة علنا لغاية ما مات سنة 1915، وابنه البارون والتر روتشيلد بقى كبير العيلة فرع بريطانيا، ولكن دعم الفكرة بقوة لدرجة ان هو اللي قدم حييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية واول رئيس لدولة اسرائيل في كل المحافل السياسية في بريطانيا، وهو اللي تواصل مع ارثر بولفور وزير الخارجية البريطاني وحصل منه على وعد بولفور سنة 1917. مش بس كده، هو كمان اللي مول الفيلق اليهودي، ودي ميليشيا من اليهود شاركت في الحرب العالمية الأولى في الجيش البريطاني في معارك الشرق الأوسط، وشاركت في غزو بريطانيا لفلسطين والأردن وسوريا ولبنان. وعلى عكس الفرع الإنجليزي اللي كان متردد في البداية من فكرة دعم تأسيس دولة لليهود، كان الفرع الفرنسي من أشد المتحمسين للفكرة. البارون الفرنسي ألفونيس روتشيلد كبير العيلة هناك كان شغال الله ينور، أنقذ اقتصاد فرنسا من الهلاك بعد هزيمة فرنسا من ألمانيا في حرب العام 1870. أخوه بقى يبقى البارون إبراهام روتشيلد ابن جيمس روتشيلد مؤسس الفرع الفرنسي. ما كانش قائد الفرع الفرنسي صحيح، بس كان متحمس شرس لفكرة توطين اليهود في فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل. إبراهام روتشيلد هو إمبراطور الاستيطان اليهودي في فلسطين من القرن ال19، صاحب أول مصنع يهودي في فلسطين سنة 1892، حط كل فلوسه في شراء أي حاجة من أهل فلسطين، سواء أرض أو بيوت أو محلات أو حتى أثار، وفتح مشاريع شغل فيها اليهود وبس. لما مات سنة 1934 كان نفسه يدفن في البلد اللي حلم بيها، وفعلا سنة 1964 انتقل جثمانه للدفن في تل أبيب. بس لما البارون الفرنسي إبراهام روتشيلد مات ما خلصتش الحكاية، ابنه موريس هاجر لسويسرا وأسس الفرع السويسري للعيلة وبقى عضو مجلس النواب ثم الشيوخ السويسري. أما ابنه الثاني جيمس روتشيلد فده اللي نزل اشتغل بإيده وجمع المتطوعين في أوروبا علشان الفيلق اليهودي، لدرجة أن بعض المؤرخين بيقولوا أن الفيلق اليهودي ده اللي اتكون على إيد جيمس روتشيلد أصبح الجناح العسكري للعائلة. ولما مات سنة 1957 زوجته دورثي روتشيلد أسست منظمة روتشيلد الإسرائيلية سنة 1958، المؤسسة اللي بنت مقر الكنيست والمحكمة العليا في إسرائيل. كل المساهمات دي مجرد جانب مؤرخ من عملية دعم العيلة للكيان، لكن الأكيد إن ما حدث خلف الستار واللي لم يوثق قد يكون أكبر بكتير، لأنه عملياً بدون تمويلهم وبدون نفوذهم السياسي في بريطانيا وفرنسا ما كان للدولة دي أن تكون موجودة أبداً. وهنا ممكن حد يسأل سؤال مهم، ليه عملوا كل ده؟ ليه استثمروا كل ده في تأسيس الكيان؟ الغرب في منتصف القرن ال18 بدأ يفكر أنه لازم يخلص من يهود أوروبا وأمريكا وينقلهم إلى الشرق الأوسط لصناعة كيان يبقى طابور خامس للغرب في المكان ده، يبقى فاصل بين مصر والشام والأناضول وفارس، يقطع الطريق التاريخي والوحدة التاريخية بين مصر والشام والأناضول، وكمان علشان يخلص من الزيادة السكانية اليهودية ومن زيادة اليهود نتيجة هجرتهم من إمبراطورية الخزر سابق. واستمرت الهجرة دي لما روسيا القيصرية بدأت تضطهدهم، وبالتالي بقى في صراع في إدارة المؤامرة دي اللي زي ما انت شايف هي اقتصادية وسياسية بحتة، مش مسألة إيمان الغرب بأي نص ديني يهودي، ولكن اللعبة كانت سياسية واستعمارية بحتة. واللي ما عرفوش يعملوه بالحملات الصليبية عملوه بالحركة الصهيونية، وفي المرتين الهدف كان سياسي واستعماري بحت. السبب الثاني لدعم عائلة روتشيلد للكيان الصهيوني هو انه يبقى تابع لمصالحهم الاقتصادية هم بدل اي شبكة مصالح تانية سواء يهودية او غير يهودية. لما الغرب يقرر يعمل دولة في منطقة غنية زي الشرق الاوسط طبيعي بتتصارع الكيانات الاقتصادية في الغرب على تمويل الفكرة والسيطرة عليها. السبب الثالث طبعا العامل الديني كان مهم لبعض شخصيات عائلة روتشيلد اللي كانت متدينة وما ينفعش تتخلف عن لعبة صناعة أول دولة يهودية في التاريخ، وإلا كانت خسرة الزعامة الدينية لليهود في فرنسا وبريطانيا وأمريكا.
ووقتها كمان كانوا هم قادة الطائفة في إيطاليا والنمسا وبلجيكا وألمانيا، وتم اختلاق قصة إن يهود أوروبا هم بني إسرائيل وأرض الميعاد، علماً إن بني إسرائيل حسب مراجع كتيرة قوي انقرضوا وانتهوا، واللي موجودين دول يهود متحولين من دولة الخزر ثم أوروبا، وإن وعد أرض الميعاد حدث بالفعل وأهدروا بني إسرائيل، وإنه المقصود في الكتب السماوية الثلاثة ببني إسرائيل كان القبائل الإسرائيلية الاثنى عشر. ولكن يهود اليوم ليس لهم أي نسل أو اتصال ببني إسرائيل، وده مش كلامي ولا حتى كلام باحث أو مؤرخ عربي أو مسلم. بنيامين هاريسون الباحث السياسي الأمريكي اليهودي الأصل والناشط ضد الصهيونية واللي اشتهر بإنكاره الشديد لفكرة إن يهود اليوم هم بني إسرائيل، بيقول إن يهود اليوم ليسوا ساميين وليسوا من نسل سام بن نوح ولا حق لهم في فلسطين، إذ أنهم لا ينتمون إلى بني إسرائيل أو العبرانيين. اليهود المنحدرين من سلالة الخزر يشكلون أكثر من 92% من يهود العالم، والخزر الأسيويين الذين أنشأوا مملكة الخزر في أوروبا الشرقية هم يهود بالتحول والاعتناق، أي أن 92% من اليهود لم تطأ أقدام أجدادهم قط أرض فلسطين المقدسة في تاريخ العهد القديم. أرثر كوستلر الروائي والكاتب الصحفي الإنجليزي المجري الشهير صاحب كتاب السبت الثالث عشر اللي نشر عام 1976 قال فيه إن كافة يهود العالم اليوم لا ينتمون إلى القبائل الإسرائيلية أو بني إسرائيل أو الأسباط الاثناشر، ولكنهم أبناء مملكة الخزر الأسيوية اللي دخل حاكمها الدين اليهودي عام 740 ودخلت المملكة كلها الدين اليهودي بعده. وشعب الخزر هو تحالف قبائلي ما بين التتار والقوقاز وشعب فنلندا، ولكن بيغلب عليهم العرق التتاري ولا علاقة ليهم ببني إسرائيل من قريب أو من بعيد. كده اتجمعت كل الأسباب الاقتصادية والسياسية وحتى الدينية اللي خلت عائلة روتشيلد لازم تدعم وتسيطر وتكبر الكيان الصهيوني في فلسطين. بس في نفس الوقت كان في هدف تاني للعيلة دي، وده ياخدنا لنقطة مهمة قوي وتحول مهم في مسيرة العيلة والعالم. فضل الحلم الأكبر لعيلة روتشيلد أمريكا، السيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية صفحة سرية في التاريخ بيكشفها زافيانت هايز في كتابه التاريخ المكبوت للقطاع المصرفي الأمريكي، كيف حربت البنوك الكبرى جاكسون وأنهت حياة لينكولن وتسببت في الحرب الأهلية. هو ده العنوان، هو كبير لكن بيلخص لنا علاقة روتشيلد وأمريكا. ناثان روتشيلد مؤسس الفرع الإنجليزي هو اللي قاد محاولة العيلة لإيجاد موضع قدم في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي شافوها فرصة لتطوير مشروعهم انطلاقا منها والتحرر من إرث الإمبراطوريات القديمة والكنيسة. لكن كان في صعوبة في إرسال فرع جديد لأمريكا، فكان السهل هو التواصل مع العائلات اليهودية وعلى رأسها عائلة روكفيلر، ودي أكبر عائلة يهودية مسيطرة على المصارف في أمريكا. البارون ناثان روتشيلد كبير فرع بريطانيا بدأ يستغل علاقاته مع المسؤولين في إنجلترا في تسخين المملكة ضد الولايات المتحدة اللي هزمت لندن في حرب استقلال أمريكا، وإنه دي بلد بريطانية ولازم ترجع لبريطانيا. وعلى ضوء تحريض ناثان بدأت بريطانيا في التضييق على التجارة البحرية الأمريكية، واندلعت حرب 1812 واللي ما انتهتش سنة 1814 إلا بعد ما الكونجرس الأمريكي وافق في السنة نفسها على إعطاء عائلة روتشيلد بنك فيدرالي في أمريكا أطلق عليه البنك الثاني الأمريكي، وأعلن عنه رسميا سنة 1816. غرب روتشيلد الاقتصاد الأمريكي بالأزمات علشان البنك يكسب. أول أزمة كساد في تاريخ أمريكا صنعتها عائلة روتشيلد سنة 1819، وقتها الجنرال أندرو جاكسون فهم اللعبة إنه البنك الثاني الأمريكي اسمه الحقيقي بنك روتشيلد، وإنه ده انتهاك لسيادة الدولة وغارق في الفساد والتلاعب بالتمويل، وإنه دولة داخل الدولة وبيتلاعب بالعملة، وإنه بنك قطاع خاص بواجبات عامة، وده أمر مستحيل. وبعد 10 سنين لما بقى رئيس ودخل البيت الأبيض في 4 مارس 1829 أطلق ما عرف اليوم في كتب التاريخ بحرب البنوك، كل همه إلغاء البنك الثاني الأمريكي. المفاجئ ان جاكسون كان رئيس محفل ماسوني في امريكا وكان ماسوني علنا، وده بيوضح ان الجمعيات السريه ممكن تتخانق عادي، وان الماسونيه في مرحله ما كانتش عايزه عيله روتشيلد في امريكا. وبقت حرب مفتوحه بين البارون البريطاني ناثان روتشيلد والرئيس الامريكي اندرو جاكسون. روتشيلد رده بازمه ركود اقتصادي سنه 1833، ولكن الرئيس جاكسون اصر لحد ما قفل لهم البنك سنه 1841. وفي يناير 1835 للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ الولايات المتحدة قام الرئيس جاكسون بسداد الدين الوطني كاملا، الرئيس الوحيد اللي سدد كل ديون أمريكا لشبكات المصالح الغربية اللي أساسا ساهمت في ابتكار أمريكا علشان تستثمر في ديونها. ورد ناثان روتشيلد بمحاولة إنهاء حياة فشلة لأندرو جاكسون
في 30 يناير 1835، ولما اتوفى البارون ناثان وجي ابنه البارون ليونيل روتشيلد كمل اللعبة. رد بتالت أزمة اقتصادية في تاريخ أمريكا من 1837 ل 41، بس جاكسون أصر وانتصر في حرب البنوك وتم حل البنك، وخرجت أمريكا من إيد عائلة روتشيلد سنة 1841. ولكن ليونيل روتشيلد فضل في حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة، وساهم بفلوسه في إشعال الحرب الأهلية الأمريكية سنة 1861. وهنا الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن دخل معاهم في تحدي، وأصدر قرار بحظر حصول أمريكا على قروض من ممولين دوليين أو أجانب، وقرر الاستدانة بس من البنوك المحلية ومن الشعب. يعني قفل الباب قدام عائلة روتشيلد بالضبة والمفتاح. ولما ليونيل روتشيلد عرف أن تحالف من المصالح المشتركة ناوي ينهي حياة لينكولن بسبب القرار ده، أصر إن هو اللي يمول المخطط علشان يتكتب في التاريخ إن العيلة هي اللي أنهت حياة إبراهام لينكولن، ويكون عبرة لغيره من اللي بيتحدوا العيلة دي. ولما انتهت الحرب الأهلية فهمت عيلة روتشيلد حاجة مهمة قوي في العالم الجديد، ما عادش ينفع تلعب لوحدة ولا في النور. العيلة صحيح أثبتت إنها شبكة مصالح مستقلة بذاتها، ولكن لازم تقبل التعاون مع شبكات المصالح الغربية الأخرى وتمشي بالنظام بتاعها وتحكم من خلف الستار. شبكات المصالح يعني انت في الكواليس، مش عضو في مجلس العموم واللوردات، يعني محدش يعرف اخبارك، يعني يبقى ليك وكلاء وموظفين بدرجة رئيس حكومة ورئيس جمهورية. وعشان كده كل فروع عائلة روتشيلد نهاية القرن التسعتاشر قرروا يرجعوا خلف الستار بعد ما كانوا تحت الاضواء طول القرن التسعتاشر اللي سيطروا فيه على اقتصاد اوروبا، وخصوصا بريطانيا وفرنسا اكبر دولتين في اوروبا والعالم وقتها. ستيفن برمنغهام في كتابه العائلات اليهودية العظيمة في نيويورك كشف انه بعد نهاية الحرب الاهلية عائلة روتشيلد قررت تدخل امريكا تاني، بس المرة دي من خلال حصان طروادة، من خلال وكيل بعتت يهودي الماني بس مش من العيلة لامريكا، رجل الاعمال يعقوب شيف اللي اسس بنوك وجمعيات خيرية لليهود، ويعتبر امبراطور يهود امريكا من سنة 1880 لغاية 1920. مول اليابان ضد روسيا القيصرية ودخل اليابان لسوق السندات الامريكية. هو ارتباط بين امريكا واليابان مستمر لحد النهاردة، لدرجة ان سوق الاسهم الامريكية لما انهار في اغسطس 2024 كانت اكتر دولة سمعت فيها المشكلة الامريكية دي هي اليابان بعد اقل من 5 ساعات. بس انجاز يعقوب شيف بالنسبة لروتشيلد ما كانش كل ده، ولكن انه الممول والمؤسس الحقيقي للجمعية الوطنية سنة 1909. والغرض ما كانش حقوق السود مطلقا، ولكن تحريض وتنظيم السود على التظاهر والاحتجاج علشان يحصل ازمات ومشاكل داخل امريكا. ما هو طالما امريكا مش هتخضع تبقى تتقسم شمال وجنوب او ابيض واسود او اي حاجه غير انها تفضل زي ما هي امام اراده عيله روتشيلد، يعقوب شيف اسس سلاله يهوديه امريكيه بتعمل تحت امر عيله روتشيلد. والنهارده بنشوف ادم شيف حفيد يعقوب شيف عضو مجلس النواب من سنه 2000 ورئيس لجنه المخابرات بالكونجرس، وهي نفس العيله اللي مناسبه الجور نائب الرئيس الامريكي الاسبق. المهم سنه 1907 عارف التحالف الجديد بين عائلة روتشيلد وشيف في صناعة أزمة اقتصادية جوه أمريكا مهدت للانتصار الأخطر في تاريخ عائلة روتشيلد خلال القرن العشرين. الاستراتيجية الجديدة لعائلة روتشيلد أسفرت عن وصول موظف عندهم اسمه ويلسون إلى البيت الأبيض. أيوة زي ما سمعت كده، موظف عندهم وصلوه وبقى رئيس أمريكي وأدى اليمين الدستوري في مارس 1913. علشان كده من اللحظة الأولى لنشر فكرة الديمقراطية والانتخاب وإنهاء فكرة الملكيات، وهي مدعومة من روتشيلد، بل يذهب بعض المفكرين والكتاب إنها من بنات أفكار اجتماع فرانكفورت عام 1773، لأنه نظام الانتخاب مش بيضمن إنه الأكثر كفاءة هو اللي يوصل للحكم، ولكن الأكثر تمويلاً والأكثر تنظيماً والأكثر دعاية، وهم عندهم كل ده. ومن اليوم الأول لويلسون في البيت الأبيض وقع على قرار تأسيس نظام الاحتياطي الفيدرالي اللي هو من الآخر البنك الفيدرالي الأمريكي النهاردة. يعني بعد 100 سنة من بدء الحرب الأهلية الأمريكية وافتعال 3 أزمات اقتصادية ومحاولة إنهاء حياة الرئيس جاكسون وتصفية الرئيس لينكولن، عرفت عائلة روتشيلد توصل لهدفها، يحطوا رقبة أمريكا تحت إيديهم من خلال تأسيس الفيدرالي الأمريكي اللي حينظم عملية استدانة أمريكا فلوس منهم بشكل قانوني ورسمي، وهيخلي أي رئيس قادم أمام أمر واقع. وهنا برضو مهم نشير أنه طبعاً مش روتشيلد لوحدهم هم اللي بيسيطروا عليه، كمان عائلة ريكفيلر ومعاهم كل شبكات المصالح الغربية
من عصابات السلاح والحروب والمواد المحظورة والممنوعات والنفط والغاز والمتعة الحرام والأدوية، ومؤخرا دخلت معاهم شركات التكنولوجيا العملاقة. وهنا نيجي للسؤال الأخير في الحلقة، هل عائلة روتشيلد النهاردة هي اللي بتحكم العالم من خلف الستار دلوقتي؟ بلا شك عائلة روتشيلد واحدة من أكبر وأخطر العائلات في التاريخ كله، لكن مع تسارع الحياة وتضخمها خصوصا في القرن العشرين والواحد والعشرين ظهرت شبكات مصالح أقوى وأخطر. عائلة روتشيلد شغلها الأساسي في البنوك وبعض الصناعات، لكن شبكات المصالح الحاكمة دلوقتي فيها شبكات ولوبيهات السلاح والنفط والغاز والتكنولوجيا والأغذية والأدوية والتجارة المحرمة بأنواعها كلها. وعائلة روتشيلد ما قدرتش تخترق كل المجالات دي لوحدها، فهي صحيح جزء أساسي من مجتمع النخب السرية وشبكات المصالح الحاكمة للنهاردة، لكن فكرة إنها الأكبر أو الأهم أو الوحيدة اللي بتتحكم غير صحيح. لكن الصحيح إن الشبكات دي هي اللي بتحكم العالم ودول الغرب وبتتحكم في سياستها للنهاردة، والهدف إزاي يسيطر 1% من البشر اللي هم أصحاب الشبكات دي على 99% من ثروات الكوكب بكل الطرق غير المشروعة قبل المشروعة. افتعال الصراعات وصناعة الأوبئة وتغيير قيم الإنسان بصناعة إنسان العولمة المحايد اللا منتمي لوطن أو دين أو جنس، مجرد آلة استهلاكية شهوانية فقط في منظومته. وده يفسر لك ليه النظام المالي العالمي بيخلي الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر، وليه الدول الغنية بالثروات خصوصا إفريقيا هي أفقر الدول وغرقانة في الصراعات، وكل ما العلم والطب ما بيتطور بتزداد الأمراض، وكل ما الحضارة بتتقدم بتزداد الأنانية والوحشية والموبقات والحرمانيات. عشان كده عدوهم الأول هي الدول الوطنية والجيوش الوطنية اللي بتحافظ على خصوصية شعبها، وكمان الدين والهوية الثقافية للمجتمعات والحضارة المبنية على القيم، وعلى رأسها مصر والصين وروسيا على وجه التحديد. دي أسرار أخطر عيلة يهودية في التاريخ، واحدة من أهم شبكات المصالح الغربية اللي بتدير الغرب من خلف الستار. رئيس أمريكا ومستشار ألمانيا ورئيس وزراء بريطانيا، كل دول مجرد موظفين عند الشبكات دي. مستني رأيكم في الكومنتات، ونلتقي في حلقة جديدة من خفايا القصة التي لم تروى.